اليمن. نعم. أول مشاركة لدينا من اليمن. حياكم الله أستاذة. طبعا أولا أنا معجب بمحتواك الجميل والنادر رغم الهراء الموجود في هذا العالم الأزرق، وأحييك على هذا المجهود. شكرا شكرا. لدي طبعا مشاركة، ومغزى مشاركتي هو أن أسمع ملاحظاتك ورأيك أيضا. نص من كتابتك. نعم. أتمنى أن لا يكون النص طويلا. إن شاء الله. إن شاء الله تفضل. طبعا عنوان القصيدة هو من أنا. خيال الليل يسكن في رؤايا، وخيل الصمت تسهل في دجايا، صراخ الآه يصخب في فؤادي، وكل الحزن يخلق من أسايا. سؤال كشر الأنياب نحوي، ويسألني بعنف من أنايا، يعاتبني ويضميني بماذا، ويسأل من أنا ولما حنايا. يحاول مقتلي ويريد صلبي، فأهرب نحو أحضان المرايا. أيسأل من أنا وأنا سؤال تذيله القنابل والشظايا. أنا طفل وعمري 1000 عام، وليد غدي وأسكن في سبايا. أفتش داخلي عني فأحبو إلى أمسي ولا ألقى خطايا. أنا جفن بناه الدمع نعيا، أنا الطوفان يعبر في حشايا، أنا الموؤود في رمس الأماني، أنا حلم تغازله المنايا. أنا ابن الريح والأمطار أمي، وخسف الغيم تمطرني الحكايا. أنا وطن تؤرقه دموعا، جفاف الأرض يسقى من بكايا. أنا لون سماوي حرون، أكابر أن أعيش بلا سمايا. أنا نجم تؤرقه الليالي، أنا ركن حبيس في الزوايا. أتعرفني لتقرأ صمت بوحي؟ أتدرك ما تخبئه شفايا؟ أنا عني فقيد لم أجدني، وتحملني كما طفل يدايا. أواري داخلي أوجاع قومي، وأحمل فوق أكتاف الضحايا. خفافي في المساء تنال صبحا، وصبحي مات حزنا في مسايا. وصبحي مات حزنا في مسايا. بسلامتكم.